السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير. أهلا نهيلة، أهلا أم نور، أهلا 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 بالجميع. لاباس ختي، لاباس أم نور. عيان وحق الله تروبو ستانكا. تخيلي يلاه دخلت للدار، غير وصلت تقريبا 9 و4، عاد دخلت للدار بالزربة كلت ومانجاتونا كوزا كوزي على الفولو صافي، وجيت هنا شايف الكمبيوتر عاد مشيت ناكل وجيت هنا. تخيلي الدار، عرفت علاش ما تكون لقيتش معاكم البارح؟ الدار عندي مقرب لو حق الله، عندنا الموراتوري البناية في الكوزينة، ماما ميا يحفروا الداس واحد الروينة، الدار كلها عامرة بالغبرة. راه كان المفروض دابا منين نسالي الخدمة منين ندخل الدار كان المفروض ندوز لاسبيرابولفر ونجفف داكشي، ولكن درت السباق قلت راجلي راه عيانة ما قادراش الغدا. البارح لو انني درت اللايف كان واحد الروينة عندي في الكوزينة اللي ما نعاودش ليكم، حيت كان مقطوع الماء، كان ضروري نقطعو الماء. فاليومين اللي فاتت كنا كنقدرو غير نغسلو هكا وجهنا وبعد نتوضا وصافي، اما باش تغسلي الماعان ولا الدوشي ولا هذا لا ميمكنش. فجمعوا لي دوك الماء عندي اليومين. البارح حتى هبطت من الخدمه حتى لمعرض تسعود قسمين عاد مشيت كنغسل بالزربه في دوك الماعان ديال هذوك يومين. اي اي او اليوم فرامنت زعما فضلت انني ندير لايف ولا نمشي. يعني عندي واحد الشقه اللي ما نعاودش لكم، الدار مرونه بالغبره، الماء وكل شيء، داكشي اللي في الكوزينه خاصني نعاود نغسله كل شيء من جديد، وعاد زياده على هذا اوف فرامنت والله ان بيو ستانكا ستانكا ستانكا. والله لا ام نور بيز لانا بيز وتشام يا بروفيسور كومي با اوتشي سبيرو توتو بان لورا نون تشي بروبليما ني نو نو الحمد لله ماشي شي حاجه. غير اهلا راما هيبه، غير الضغط 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 بزاف، ما كنلقاش الوقت وحق الله ما بين الخدمه الدار البنت وحق الله. عرفتي البارح ملي ما درتش معاكم الدرس مشيت نعست مع تقريبا 10 ديال الليل، وكل مره كنفيق في الليل كنقول ياك مصباح الحياه جاني هذاك الليل طويل، حيت هما الفغير كنسالي معاكم حتى 12 عاد كنمشي للناس 6:30 خاصني نفيق، كي دغيا كيدوز الليل. عرفتي اليوم نو اليوم ان شاء الله الاخ يوس بريداتور لا بغيتيني نوجدو من بعد وندير لي لا كونيوغاسيون. انا كولاجيا معاكم من هنا من الكمبيوتر من التليفون كيف نشوف في الكمبيوتر. رجعتي ما تنسوش لي اللايك عفاكم، شكرا شكرا ابتسام شكرا. المهم اخر حصه كنا درنا ديال البريزنت ديال الحاضر، ولكن الاغلب الاخوان كانوا جاوبوني في التعاليق ديال الفيديو، انا صححت لهم في التعاليق. فاللي مازال عنده شي هكا شي اشكال ولا شي حاجه يقولها ليا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الماضي وغادي نفهمو امتاش
بيو كي عاطرة غادي نفهموا امتى نستعملوا اسر وافيري، حيت هذه هي الاشكاليه ديال الاغلبيه كانوا علقوا لي على الفيديو اللي درت ديال امتى نستعملوا اسر وافيري، انهم مازال ما فهموش امتى يستعملوهم. ام نور اختي والله ما جاتني اللايف من الاثنين للجمعه، جاني صعيب بزاف صعيب، يمكن غنبقى نديرو غير السبت والحد، حيت راه والله فرامنت امبنياتيف، وانك وفي الاخر كتجي ديري لايف كتمشي تنعسي تال 12 الصباح 6 ونص وجري والخدمه والله وحق الله ما كان عييت، حسيت بالعياط، خاصني ارتاح شويه، فما غاري نديروها السبت والحد نديرو اللايف. صافي، والايام الاخرى ان شاء الله نبقى نحط لكم فيديوهات، غنحاول نجتهد ونبقى نحط بشكل تقريبا، المهم ما نبقاش نغبر عليكم وصافي. اللهم امين الاخت الضحى، اللهم امين اختي. المهم ان شاء الله ان شاء الله سمية اختي، هذا اللي غندير، حيت والله جاني بزاف تروبو ستريسانت و تروبو امبينياتيف، وانني ملت نمت الجمعة بزاف بزاف عليا، ما قدرتش عليها. نبداو رجعتي، نبداو الدرس ديالنا. فاطمة البداوي، انا في ايطاليا بالي، ما انا اوكي ما نعرف، وانا مرحبا بك اخت فاطمه. مراد الرادي، انت غزلان، اهلا غزلان، اهلا اختي، ما علينا. كنت وعدتكم رجعتي بالنسبه للاخوان اللي دخلوا جداد ندير لهم الالفابيتو في كل حصه، ندير لهم الالفابيتو باش يعرفوا النطق مزيان، عاد باش ندوزوا فورا 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 لهذا لتصريف الافعال في الماضي، ما تديوش عليا والله حتى اليوم تروبو ستانكا. المهم كنتمنى يكون هذا واضح ليكم. واخا غزلان، انا فهمت ملي شفت عماد مراد الرادي قلت سافر غتكون داخله بسمة راجلها. العفو اختي فاطمه. المهم رجعتي، نبداو بهذا بالالفابيتو باش اللي يلاه دخلوا جداد على الاقل الالفابيتو يتعلموا صحيح. اوكي حاولت، اهلا الهام، حاولت نطقوا ورايا، رجعتي حاولوا تعاودوا ورايا. ا بي تشي دي اي اف جي اك اي جي، هذه جي وهذه جي، كابا ال ام ان او بي كو ار اس تي او فو دوبيا فو اكس ايبسيلون زيتا. العفو عفوا الاخت لطيفه فلور، اللهم امين. بوناسيرا توتي، بوناسيرا بوناسيرا. شنو غادي نقول؟ اسين عاودها. المهم اللي بادي معايا الحصص من قبل غير صبروا، خاصني نعاود هذول الفابيتو للناس اللي يلاه دخلوا جداد. صافي ونطلقوا. allora a b c d e f اهلا غزلان، ال بلا شخصي. دابا واضحين؟ كنشوف 22 واحد اللي معايا وغير 15 لايك، داي حطوا لايك. allora غنعاود.
Buongiorno, Malik Gilda Barala Sera, che sgol buonasera. Allora, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, ragazzi. Dobbiamo nشرح لكم إشكالية الأفيرو والإستري. إمتاش نستعملو أفيرو وإمتاش نستعملو إستري. اللي شفت الأغلبية باقي واحدين فيه. اوكي، الوغ قلنا ان باش نصرفوا الازمنه، الحصه اللي فاتت كنا صرفنا الافعال في الحاضر، هذه الحصه خصصنا باش نصرفوا الافعال في الماضي. الافعال في الماضي، يعني الماضي بصفه عامه كينقسم لثلاثه الاقسام: الباساتو ريموتو، الباساتو بروسيمو، والامبرفيتو. احنا كيهمنا اليوم الباساتو بروسيمو. الامبرفيتو حتى هو كيتستعمل، برو اليوم ان شاء الله نشوفوا غير الباساتو بروسيمو. باساتو بروسيمو هو زمن من الأزمنة المركبة، يعني كيحتاج الأفعال المساعدة باش تصرف فيه. بغيتي تقول مثلا مانجاري في الماضي، خاصك ضروري تقول او مانجاتو، ايو او مانجاتو. هذيك او منين جات؟ هي افيري في البريزنتي باش تصرف الأفعال. شكرا حسام. باش تصرف الافعال في الماضي كيخصك ضروري اما افيري ولا اسري يكونوا في البريزنتي، وتزيد عليها البارتيشيبيو باساتو ديال هذاك الفعل اللي انت غتصرف. مثلا مانجاري البارتيشيبيو باساتو ديالو هو مانجاتو، بارلاري البارتيشيبيو باساتو ديالو هو بارلاتو. هذيك الافعال اللي كتسالي باري البارتيشيبيو باساتو ديالها انكم تحيدوا لها ديك اري وديروا لها اتو في الاخر. اوكي، وقبل منها ديروا افير ولا اسر في الحاضر. نو ام نور، او مانجاتو، حيدي ديك الاو ديال الاولى ديال او مانجاتو. كومو انا كنشرح لكم دابا الاشكاليه فين بقات، في امتاش نستعملوا افير وامتاش نستعملوا اسر. وكما شرحت لكم في الفيديو راه ماشي صدفه كتجي غير كازوال تجي تلحق وتحط افيري ولا اسر، لا ماشي غير كتجي وتحطهم، نو خاصك تعرف امتى تستعمل افيري واسر. وهذا الشيء هو اللي بغينا نعرفوه حنا اليوم، امتى نستعمل افيري واسر. قلت لكم ملي كتكون جمله، عندك جمله انت في هذيك الجمله ذكرتي المفعول به او هذاك الفعل، كيمكن لك دير معاه مفعول به، تما كتستعمل افير. انا غنشرح لكم اكثر. مانجاري، او مانجاتو لا بيتزا، انا اكلت البيتزا. انت باش تعرف واش كاين المفعول به ولا ما كاينش كطرح السؤال ماذا، كوزا ولا من ولا كي. او مانجاتو لا بيتزا، او مانجاتو كوزا، او مانجاتو لا بيتزا. الورا هنا كاين المفعول به، هنا غنستعمل افير. كيارو، اللي مازال ما فهمش هذه النقطه حبسني يقول لي باش نعاود نتعمق فيها نشرح لي اكثر. مانجافو حسام في الامبرفيتو، فهمتوا امتى تستعملوا افير. اوكي عزيزه ما فهمتش مزيان، ما فهمتش. allora ragazzi كتقولوا io ho mangiato la pizza. اه نسيت ما كون البنات اللي معايا في الجروب عافاكم، خدوا الرابط كونديفيديتلو، يعني كونديفيديو شاركوه في الجروب باش البنات ديال الجروب يشوفونا هنا في اللايف، حيت راهم باقيين غالطين، باقيين كيكتبوا المساجات في الواتساب. بير فافور بير فافور، اللي معانا هنا
اللي معايا في الجروب وحاضر دابا اللايف تشدو ودير لي كونديفيدي. اوكي allora قلنا io ho mangiato la pizza. Ho mangiato la pizza. قلنا avere كنستعملو مع الافعال اللي فيها المفعول به اللي ممكن تزيد عليها مفعول به. ho mangiato وانت باش تعرف المفعول به كطرح السؤال cosa ولا chi من بعد الفعل. io ho mangiato cosa, io ho mangiato la pizza. اوكي لا بيتزا في هذه الحاله مفعول به ولات مفعول به. انا اكلت البيتزا. انا اكلت ماذا؟ انا اكلت البيتزا. بيتزا كتجاوب لي على السؤال ديال ماذا. اللورا راه مفعول به. في هذه الحاله انا نستعمل افيري في التصريف باش نصرف مانجاري. كنستعمل مع الفعل المساعد افيري في هذه الحاله اللي فيها الجمله للجمله فيها مفعول به. شكرا نزهه. امتاش ما كنستعملوش امتى كنستعملو اسر؟ هادي كنستعملو افير ملي كيكون مفعول به. اسر كنستعملوه ملي مثلا كنقول يو سونو اريفاتا. سونو اريفاتا وكنحبس. سونو اريفاتا. سونو اريفاتا كوزا. سونو اريفاتا كي. ما عنديش جواب ديالها. يعني منطقيا الجمله ما عندهاش الجواب ديالها. حاولوا نتوما تجاوبوا. انا وصلت. انا وصلت اشنو؟ ولا انا وصلت شكون؟ انا ما درتش وصلت على شي واحد. ماشي بحال حاله لا بيتزا اللي كنقولوا او مانجاتو لا بيتزا. انا كلت لا بيتزا. راني يعني درت هذاك الحدث هذيك لاكسيون ديال مانجاري درتها على لا بيتزا. اوكي ملي كتقول هي سونو اريفاتا. اريفاتا كوزا ولا اريفاتا كي. ماشي مفهومش منطقيا. ما فيهاش مفعول به. اوكي اللور هنا كتستعمل اسر. يو سونو اريفاتا. يو سونو انداتا. يو سونو ناتا. يو سونو ناتا كوزا ولا يو سونو ناتا كي. ما عندهاش جواب. ما عندهاش اصلا جواب. واخا تبغي تجاوب عليها ما عندهاش المفعول به. انت كتبغي تسول على انت ولدتي ماذا. نو ما فيهاش مفعول به. ماشي بحال انا اكلت. انا اكلت البيتزا. انا ولدت. انا ولدت ماذا؟ ولا انا سي سونو ناتا ولا سونو اريفاتا. انا وصلت. وصلت ماذا؟ ما فيهاش مفعول به. يعني واخا انت تحاول تجيب مفعول به راه منطقيا الفعل ما كيعطيكش مفعول به. فهمتوني راغاتسي؟ هنا ملي الفعل ما كيعطيكش مفعول به كتستعمل اسر باش تصرف هذاك الفعل في الماضي. كتستعمل اسر. ومن الفعل كيعطيك امكانيه انك تزيد مفعول به هذاك الفعل كتصرفيه مع افيري. اللي مازال ما فهمش يقول لي نعاود نشرح. نو نو غير ديال الدردشه الهام. انا بورتروبو عندي مشكل في التليفون اليوم. ما كوليجاش معاكم من هذا من الكمبيوتر من التليفون. فلو جيت نكاس التليفون غنخرب شي حاجه ويمشي ليا اللايف كيف ما ديما. حطي غير في الدردشه والاخر ديال امبارنيامو الايطاليان. allora حسام كيقول لي اسر كيتستعمل فاش ما كيكونش دائم سي في الماضي. اه دا لا بلاتي كاينين. هذه هي النقطه اللي غنوصل لها من بعد. النقطه الثالثه ان كاينين افعال كتستعملوا سواء مع افيري سواء مع اسر بيرو كيعتمد على الجمله كيعتمد على الفعل في هذيك الجمله. يعني هذيك الجمله هي اللي غتحدد لك واش غتستعمل اسر ولا افير. حنا نفهموا امتى نستعملوا اسر وامتى نستعملوا افير وعاد ندوزوا لهذيك الافعال اللي كتستعملهم فيهم بجوج. غير قولي لي واش لحد الساعه فهمتوا امتى تستعملوا افير وامتى تستعملوا اسر. اسر ملي ما كيكونش المفعول به. افير ملي كيكون المفعول به. الا كنتو فهمتوا لحد الساعه قولوا لي اوكي ونشرح لكم الافعال اللي فيها اللي كتستعملوها في اللي كتستعملهم بجوج. اوكي avete capito. سوسو كتقول لي شويه نعاود نشرح لك سوسو. اوكي
اوكي فهمتو. سو وقال لي الله دخلت سو قلنا الافعال في الماضي في اللغه الايطاليه في الماضي ملي كنبغيو نصرفوها عندنا ثلاثه الازمنه ديال الماضي: الباساتو ريموتو، الباساتو بروسيمو، والامبرفيتو. حنا اليوم غنهضروا على الباساتو بروسيمو. الباساتو بروسيمو هو زمن مركب. اشنو مركب؟ كتعني انك كدير فيه الافعال المساعده. حنا في اللغه الايطاليه كاينين غير جوج الافعال المساعده، بحال الفرنسي كاين افيري و اسر، كيساعدوك او كيساعدوا الفعل في التصريف. عندنا مانجاري، بغينا نديروها في الماضي كنقولوا يو او مانجاتو. اوكي شفت الكل فهم الحمد لله اخيرا، رغم انني درت الفيديو ووضحت بقى الاشكال، بقاو كيوصلوني تعليق ان الناس ما فهمتش. فدابا غنشرح غير السوسو. سوسو قلنا ملي كتبغي تصرف في الفعل في الماضي كتستعملي الافعال المساعده، والافعال المساعده كاينين جوج: اسر وافيري. البروبليم فين كيبقى؟ فين امتاش تستعملي اسر وامتاش تستعملي افيري. افيري كتستعمليها ملي كيكون في الفعل كيعطيك الامكانيات انك ديري مفعول به. مثلا يو او مانجاتو لا بيتزا، لا بيتزا هي مفعول به، تما كتستعملي افيري. اسري كديريه مع الفعل اللي ما كيعطيكش امكانيات انك ديري مفعول به في الجمله. مثلا يو سونو اريفاتا، ما عندهاش مفعول به، الورا هنا كتستعملي اسر. افيري مع المفعول به، اسر ملي ما كيكونش مفعول به. ايه اكرم اكرام، ما يمكنش ليا اختي نعاود نشرح لكل شيء. انا شفت بالله الناس اللي فهموا الموضوع بداو كيخرجوا مني، بديت كنعاود نشرح فيه. سيت الافعال اللي كتستعمل سوا هادي سوا هادي، سوا افيري سوا اسر. مثلا كامبياره، غير ولا تغير. كامبياره كتبقى على حسب الجمله، انت في الجمله اشنو بغيتي تقصد. مثلا i genitori، انا عطيت لكم حتى مثال: i genitori hanno cambiato le abitudini del figlio. الاباء ولا الوالدين غيروا عادات الابن. هنا قول لي واش كاين مفعول به ولا ما كاينش باش نفهم واش فهمت ولا لا. I genitori hanno cambiato le abitudini del figlio. باش تعرف واش كاين مفعول به ولا ما كاينش خاصك تطرح السؤال cosa، hanno cambiato cosa. الا لقيتي جواب لهذاك السؤال راه مفعول به. سكوزاتي، الا ما لقيتيش الجواب راه ما كاينش مفعول به. برافيسيما برافيسيما نزهه ورشيده، كاين مفعول به. علاش؟ حيت i genitori hanno cambiato cosa، hanno cambiato le abitudini del figlio. هنا كاين مفعول به وهنا استعملنا avere. برافيسيمو، vuol dire che avete capito. معليش من بعد نعاود نشوف. ايه اوكي، allora هنا كاين مفعول به وهنا استعملنا avere. اوكي مع كامبياري استعملنا افير. دابا غادا ناخد كامبياري وغنستعمل معاه اسر باش تفهموا ان كاين افعال، ومن بعد غنعطيكم القائمه. هاد الافعال هنا هي من بعض الافعال الاكثر استعمالا اللي كتستعمل سواء مع افير مع ومع اسر. قلنا i genitori hanno cambiato le abitudini del figlio، الاباء غيروا عادات الابن، وهنا استعملنا الفيرب اوزيلياري افيري. il mondo è cambiato. هنا قولوا لي واش كاين المفعول به ولا ما كاينش المفعول به. il mondo è cambiato. برافيسيمي برافي. لا علم به، ما كاينش المفعول به. ملي كتقول العالم تغير فين هو المفعول به؟ فين هو سوسو؟ فاتحة اية مبارك، فين هو المفعول به؟ قولوا لي فين هو المفعول به مني انا كنقول الموندو اي كامبياتو. دا
دا ragazzي الناس اللي قالوا لي كنا المفعول بيه بغيت نعرف فين هو. وانا كسبت لكم الجملة، يعني قلت لكم الجملة الموندو اي كامبياتو. ragazzi العالم ام نور داس كانت تضحك، عرفت راسي غلطة. العالم تغير يا شباب، فين هو المفعول به؟ راه العالم ما غير حتى شي حاجة اخرى، غير نفسه، تغير. حصلت ياك ام نور. ضحكتيني والله، غير ملي بديت كضحكي عرفتك. انفاتي ما عندناش المفعول به راجعتي، ملي نقول لكم الموندو اي كامبياتو فين هو المفعول به؟ ما فيهاش ماشي انا ما درتوش في الجملة، ما نقدرش نديره في الجملة، ما كاينش، لا وجود له. يعني ملي كتقول العالم تغير، راه ماشي العالم غير شي حاجة باش تقول لي راه غير واحد الحاجة، راه دار واحد الحاجة على شي واحد ولا على شي حاجة، لا هذاك دار على نفسه، تغير هو نفسه، غير نفسه. الموندو كامبياتو. اوكي، منين ما تكون ما يكونش المفعول به كنستعملو اسر. كيارو راغاتسي. اعطيكم مثال اخر، كراشر. كراشر كراش، كنقلب على الترجمة ديالها بالعربية. كراشر هي كبر، كبر وقيلة بالعربية كبر. مثلا ايو او كريشوتو ميا فيليا، غتقولوا لي هنا كاين المفعول به ولا لا باش نفهم واش فهمتو ولا لا. كبر سي، برافا سناء. ايو او كريشوتو ميا فيليا، كاين المفعول به ولا ما كاينش؟ سي سي كاين، اللي هو ميا فيليا، انا كبرت بنتي. باش نعرف الجواب ديال المفعول به واش كاين ولا ما كاينش، غنطرح السؤال انا كبرت اشنو ولا انا كبرت شكون. انا كبرت بنتي، يعني راه عندي جواب لسؤالي، يعني راه مفعول به، راه كاين المفعول به. في هذه الحاله كنستعمل افيري، يو او كريشوتو ميا فيليا. اوكي، كاين المفعول به. برافي 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 برافي، توتي فهمتوا دابا. ومنين نقول لكم ميا فيليا اي كريشوتا، كاين المفعول به ولا ما كاينش المفعول به؟ يلا ام نور. دابا نو ياك. ياك ام نور. برافيسيمي، برافي 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 برافي، ما كاينش ما كاينش. سي ميا فيليا اي كريشوتا، ما فيهاش مفعول به. ما داويش عليك بنتي، تلبسس كتحاولي داوي عليها. الورا شديت نفس الفعل كريشر ودرته في جوج الجمل، ودرت معاه سوا افيري وسوا اسر، اعتمادا على انا اشنو بغيت نقول في الجمله. مني قلت معليش معليش يا ام نور، معليش انا ما كنضحك معاك. مني قلت لكم شديت كريشر ودرتو سوا مع افيري سوا مع اسر. وكيف ما كاين كريشر، كاين واحد القائمه طويله ديال الافعال الاخرى كتستعمل هنا وكتستعمل هنا، خاصكم نتوما ولا نتوما تشوفوا فين غتستعملوها. معنى الجمله في السنسو ديال الفراز، هذاك الشيء اللي انت بغيتي تقوليه في الجمله ولا انت بغيتي تقوليه في الجمله، هو اللي كيحدد لك واش تختار افيري ولا اسر، اعتمادا على واش كاين المفعول به ولا ما كاينش المفعول به. كاين المفعول به كنديرو افيري، ما كاينش المفعول به كنديرو اسر. اوكي راغاتسي، allora انا عطيتكم كمثال كامبياري كتستعمل سوا مع افيري سوا مع اسر، عطيتكم كريشر تستعمل سوا مع افيري سوا مع اسر. allora aumentare، تزايد.
هذه هي كتستعمل سوا مع افيري سوا مع اسر، وكيبقى على معنى الجمله ولا نتوما شنو بغيتوا تقولوا في الجمله هو اللي كيحدد لكم واش غتستعملوا افيري ولا اسر. كيبقى اعتمادا على المفعول به، الا كاين مفعول به كتستعملوا معها افيري، ما كاينش مفعول به كتستعمل معها اسر. او من تعرسي كم بيعري كراش عطيتهم لكم في امثله. terminare كنقولوا ho terminato una cosa. terminare كتعني سهله. ho terminato qualcosa مثلا ho terminato la live بحال دابا مثلا ملي غنسالي la diretta نقول لكم ho terminato la diretta saliت la diretta oppure la diretta è terminata. ok ragazzi suonare suonare ma anche sul scusate ragazzi da Wilber suonare che sul mesela ho suonato la campanella. ok o che sul il cellulare è suonato o la hacca ci ha già suonata allora che stiamo hacca o hacca insomma stiamo a avere il عندنا مفعول به مع essere il ما عندناش المفعول به. حسام قلت terminare ترعرع suonare terminare peggiorare cuocere finire guarire iniziare migliorare passare scendere salire fallire finire finirò like in jungle su di ma anche una qaima di الافعال كتستعمل هكا مع avere ومع essere كيبقى انت شنو بغيتي تقول في الجملة. الى عندك جملة فيها مفعول به اللورا avere فيها ما فيهاش مفعول به essere راها بسيطة راغاتسي راها veramente بسيطة خاصكم غير تشوفوا فيها avere يعني فيها مفعول به يعني avere ما فيهاش مفعول به essere ما كلاش الدوخو وتلفو سهلة والله سهلة. Pulire anche, bravissima Rashida, che sguli mesen, io ho pulito la casa. Ok, sguli, la casa è pulita. Bravi, bravi, bravi. Gher bel hada, bel stimrari, ya khas l'istimrari, ya shabab. Ragazzi, khas l'istimrari, ya men tma gatfahmu ntum, imtash diru l'afaal, imtash diru avari, imtash diru essere. Gatuliu tilqaia yjikom dakchi. Sì. Sì, crescere. No, crescere non è tarara, è kabbara. Brava Rashida, bravissima. Ah, il كاين واحد جوج الافعال راني قلت لكم حتى في الفيديو واحد جوج الافعال خالقين كونفوزيون يعني خالقين قولي اش هي كونفوزيون بالعربية الله يرضي عليكم خلقنا بحال هكا كتخرب كيدوخو كيدوخو الايطاليين نفسهم ملي كتقول ليه ساليرا والشاندر في الماضي هما بنفسهم كيدوخو ماشي كيدوخو برو باقي ما هما نفسهم كيغلطوا فيهم كونفوزيوني ترجمة ديال كونفوزيوني بالعربية سي علي عمران انتي بوقة معطلة هداك الشي راه ساليناه نو شكون يقول لي ترجمة كونفوزيون الله يرضي عليكم المهم راكم فهمتوني شنو بغيت نقول الخلط سي تقريبا لا لا فاطمة البداوي ماشي هي ارتباك لا ماشي تا ارتباك ما عرفتش ولكن لا كونفوزيون كتبقى محت الاحتيار تقريبا الحيره يا هادي المهم راكم نتوما فهمتوني فهمتوا قصدي نو المزج كتسمى فوزيون لا فوزيون انا قلت كونفوزيون انا فهمت اعتمادا على سياق الجمله اوكي توتر
ارتباك وقيلة، المهم انا غنشرحها لكم وانتم راه اكيد جا فهمتوا قصدي. الكونفوزيون هي ملي حتى ما كتبقاش عارف واش هذا ولا هذا، شنو نستعمل، واش هذا ولا هذا. رجعت الكمبيوتر طفى، انا مبقيتش كنشوف التعاليق. اكلو سي وقال هي هاديك. ما علينا، قلت لكم كاين واحد جوج الافعال اللي خالقين كونفوزيوني للايطاليين نفسهم. سي كتخالط اللي هما ساليري، سكوزات، اللي هما ساليري صعدة وشاندري نزل. ملي كتقول اللورا من ساليري، من الجملة مثلا كتقول ايو سونو ساليتا، هكا ما فيها حتى شي حاجة، كتقول ايو سونو ساليتا، انا طلعت. برو تقدر تقول تا، ماشي تقدر تقول، كتقال تا ايو او ساليتو لي سكالي، نفس الديسكورس ديال بريما، لو ستيسو ديسكورس دي بريما، ايو او ساليتو لي سكالي. هنا عندي المفعول به، الورا كنقول ايو او ساليتو، صعدت سلم ولا السلالم، هنا استعملت افيرو. ملي نقول يو سونو ساليتا، انا صعدت، سونو ساليتا، هنا كندير اسر. ساليري شندري، نون شنديري، شندري شندري. المهم انا كملت الشرح ديالي، كنتمنى تكونوا فهمتوا الفرق بيناتهم، يعني عن جد عن جد عن جد من جد نكون كنتمنى تكونوا فهمتوا الفرق بيناتهم. فين مشى؟ يدي نعم. اهلا دينا. المهم راه هي هذيك السي سناء كتقول لي فهمت، خاصني غير نطبق، غي خاصك غير سي او ساليتو لي سكالي. سي رشيدة، حيت هنا كتقولي طلعت واحد الحاجة، سونو ساليتا كوالكوزا، كطرحي السؤال سي ساليت، نو اي سي، شفتيها انا كطرحي السؤال اي ساليتو كوزا، ملي كتلقاي الجواب ديالك الورا كتستعملي افير، ملي كتلقاي فيها الجواب يعني فيها المفعول به كتستعملي افير. بريغو ام نور فين مشيتي، بغيت نعرف واش فهمتي ولا لا. راجعتي اللي بقى عنده اشكال هنايا في افير واسر يقولوا لي نعاود نشرح لي باش نعطيكم الامثله تمارين. سي هي هذيك الحيرة، الارتباك بالدارجة كيتخربقوا صافي. هاني اختي غير مع بنتي. ابتسام بقى ما فهمتش، سوسو فهمت، اخيرا سوسو فهمت. كوريري كوزا علي، ابتسام الجملة من يكون فيها مفعول به، عرفتي شنو هو الفعل، فاعل مفعول به، الفعل الفاعل كيبقى، المهم الضمير الفاعل اوكي، والفعل الى الجملة فيها مفعول به كديري افيري، الى ما فيهاش مفعول به كديري اسر. بحال مثلا ملي كتقولي يوصلوا الريباطا ما عندهاش مفعول به، الجمله الفعل هنايا ما كيعطيكش الامكانيه انك ديري مفعول به، حتى لو انك بغيتي ما تقدريش ديري مفعول به. انا وصلت ماذا ولا انا وصلت من، ما كيناش، ما كاينش مفعول به. الله راه هنا كتستعملي اسر. ودابا فهمنا شويه نعسون فيقوا لا لا ام نور، ما خاصكش تنسي وتفيق وتنسي كل شيء، لا
شكرا اختي على المجهود. العفو 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 ام نور، عافاك انا بغيت الالفابيتو يعني انت يلا بادية. اوكي سي جي دو. اشنو ابتسام شرح لي ما فهمتش. انا غنعاود الالفابيتو مع فاطمة البداوي. لا ما خصكمش تغلطوا يعني ما خصكمش تنساو. انت كاع على خفتي تنسي قيديهم صاحبتي في الورقة ولا في الكوادرن ديالك. شكرا فاطمة، شكرا فاطمة. غادي نعاود لك الالفابيتو سي صافو. من بعد نعطيكم التمارين حيت دايره غير ساعه، راه فرامين تي راغاتسي نون تشي لا فاتشو بيو، كريديتيمي نون تشي لا فاتشو بيو فرامين. كنت زعما ستانكا والبنات سولوني في الجروب قلت لهم راه فرامين تي سونو ستانكا، بيرو ياري ما درتش معاكم لا لايف ووعدتكم بالله غدا ندير معاكم اللايف فنديرها. جا البنات قال لي الا ملي كنت عيانه وهذا صافي بلاش، قلت لهم لا البارح ما درتهاش وقلت بالله راني غدا غنديرها. فباش نبقى عند الكلمه ديالي درتها نونو ستانتي فيرامينتي لا ستانكيت سانون فيديكو ان بيو. باقا كتسنى في ناري واحد التمارين اللي ما نعاودش ليكم غدا ان شاء الله ندير شويه بشويه، ما نقدرش نخمل الدار كلها مره واحده. نو نو ما عندها حتى شي علاقه بالجمله الفعليه والجمله الاسميه لطفي. لا رجاء لا لا، الجمله الفعليه كتبدا وقلب بفعل، الجمله الاسميه كتبدا باسم. الا كنت انا عاقله على هاد على دروس الاعراب واللغه العربيه وهذا، الجمله الفعليه تسمات فعليه حيت كتبدا بالفعل، الجمله الاسميه تسمات اسميه حيت كتبدا بالاسم. هادشي اللي شرحت انا ما عنده حتى شي علاقه بالجمله الفعليه والاسميه. ما عندناش حنا هاد القاعده نيت في اللغه العربيه، الجمله اللي فيها مفعول به والجمله اشنو سميت الجمله اللي ما فيهاش المفعول به وسميت الجمله اللي فيها المفعول به. ما نظنش انا بدا شخصيا ما عمري ما قريتها في اللغه العربيه. non ce la faccio più صحيحه رشيده برو غير ديك تشيلا فرقيها تشي بوحدها ولا بوحدها. ديمي فتيحة عيد مبارك، ديمي أنا كنسمعك أختي. أهلا يوميات الغربة. الفعل المبني للمجهول فاش درنا أسر مفهمتكش النساء. كنت حداك عاد نعاون. ربي يخليك فاطمه اختي، ربي يخليك ربي يخليك لهلا يخطيك. شكرا الله يكبر بك اختي. وين سنيا تاي بامبيني ابريغاري برافيسيما اكرم برافيسيما. فانا عندي مشكله في بنتي ما شداش ليا العربيه غير في الصيف ملي كنصيفط عند ماما في هذا في الكالابريا اللي شي شويه كتشد ليا العربيه. غير كتجي هنا كنبقى نهضر معاها بالطالينية في الدار كتنسى صافي كلشي. فاطمة قبل ما ننسى نعاود لك الالفابيتو. يو او كريتشيتو او يا لطفي يا رجاء. وقال لي عندك النت معطل هذاك راه قلتو قبيله. يو كريشوتوم يا فيليا الا كانت الجمله allora سوسو كتقول لينا الا كانت الجمله اوا مسحات اميره خمليش كنت جينا نسيت كل شيء انا كيبان ليا لا خاصني نتبعك ياك امينه امين اسحب لي نمشي فركازو. لا هذه جمله اسمي عادي الله جيت وقال وصل للروطار انفاتي رحنا دزنا قبيله. فاطمة أنا معاك، أنا غنديرهم لك هنا. ألورا أ أ بي تشي دي أي إف جي أك إي جي كابا L M
N O P Q R S T U V W X Y Z. La 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 la, ho mangi. Ho ma. مجداهم مخلي هنا الفراغ. اختي نجم نفرق بيناتهم بالجملة الاسمية والفعلية. ما المهم انت بطريقتك راجع كل طريقته باش يفرق بيناتهم. المهم ragazzi sono passati 45 minuti, abbiamo ancora 15 minuti. Ok, ci siamo ragazzi. انا هنكتب لكم الجمل هنا في هذا التعليقات حيت في لابانيا وقلا ما غاديش تبان مزيان. بريغو فاطمة però grazie, ماشي grazia. نكتبها لك. Grazie. Ragazzi, siete pronti? Che vi dico le frasi. Laf, uchti, umnur, laf. Ok, pronti. Moi, ma era in inglese lì con Gubila. Marcia, ce n'è da ulla. Dai, passiamo alla prossima, allora. Lui farà sceso dalle scale. Insomma, fate che farà o ci sempre avere o essere. È ovviamente già coniugato, ovviamente già msarraf. Lui farà sceso dalle scale. كنتمنى هنا فيرامينتي. نو خليت فراغ، علاش ما كتبوش ليا بلاتي؟ ecco lui sceso dalle scale. نو عاوتاني داريا ليا. ما عرفتش كنكتب لوي وكنخلي فراغ وكنكمل الجملة، وملي كنصيفطها لكم كتكتب الجملة كلها مجموعة. المهم نتوما ديروا لوي وخلي وحدها الفراغ باش ديروا ليا تما واش غديروا اسر ولا افيري، يعني واش غادي نديروا. اهلا غيزلان، يعني واش غادي نديروا لوي è sceso dalle scale ولا لوي asceso dalle scale. كنتمنى فيرامينتي ما تغلطوش في هادي. اوكي نزع. اوكي اللهم امين. ريسلان نوي ساليتو سكالي. انا اليوم مش دار على الاسكال. المهم هذيك الجملة الثانية هي اللي نوي تخليو فراغ وتقولي اسمها واش غادي نديرو افيري ولا اسري. ساليتو لسكال يعني واش غنقولو نوي abbiamo salito le scale o noi siamo saliti le scale. No, بلا ما نجاوبو دابا، بلا ما نجاوبو دابا، خليو كيف ما درنا في اخر لايف، خليو حتى الغدا ان شاء الله مني بدا مني هذا مني تحط اللايف وجاوبو تما. اوكي فاهمين.
l'oro, اللي ما فهمش معنى افوغاتي يقولها لي. هنا غتقولي عاوتاني واش افيري ولا اسري، اللي ما فهمش هذيك الكلمة افوغاتي يقولها لي. ماسكالي يعني السلم، السلالم. انا ما فهمتهاش. افوغات يعني غرقوا، غرقوا. سي لي سكالي هما الدروج، حيت الاخت وقيلا ماشي مغربيه. نو قالت لي شنو مع الناس. سي اللورا الدروج، لي سكالي الدروج ولات السلم، السلم السلوم. مش غادي تكوني غدا ان شاء الله؟ غنشوف فاطمه، والله نون شافا تشوكيو فرامنتي توتي جورني افالي لا لايف فرامنتي. كنجي من الخدمه هي انا اصلا اليوم ملي جيت نعاود لك على الروينه اللي عندي في الدار، والله شغل تقولي زعما ما كانش المفروض حتى اليوم نديرها بارو، حيت البارح جا ما درتهاش معاكم وكنت وعدتكم انني غنديرها اليوم، داكشي علاش درتها اليوم. سنورا فيرامين مخلي الكوزينه والدار ما نعاودش لك حالتها، حيت كانوا عندنا هادو البنايه عتيرة الدار مغبره، حيت كانوا كيصوبوا في الكوزينه وداكشي والغبره نايضه وهذا، وخرجوها للدار كلها. فانا غدا ان شاء الله راه اوكي. اللهم امين اختي فاطمه. اوكي راغاتسي، allora في عوض لا لايف ما غادي نقدر ندير لكم فيديوهات، نحط لكم الامثله في الاخر وانتوما جاوبوني في انتوما جاوبوا في التعاليق، حيت لا لايف فرامنت راه امبينياتيف، راه كنجي من الخدمه انا تلت سعود على كندخل الدار، يلاه الوقت اللي غناكل وغنشعل الكمبيوتر وغنبقى قدام الكمبيوتر اقل حاجه ساعه، ساعه وشي حاجه، وغنمشي نعسل التالي نتا 11 12 والصباح كنفيق مع السونس. سوسو غدا نشوف، غدا نشوف، غدا نبقى مقاري نديرهم السبت والحد لي لايف هكا باش نشرح، باش نتوما يعني باش يكون واحد التواصل مباشر، نتوما تقولي شنو الاشكالات اللي عندكم هادو، انا نجاوبكم في نفس الوقت ماشي بحال الفيديو. والفيديو ان شاء الله نبقى نشرح لكم هاد الدروس اللي انا كنشرحها لكم، نشرحها لكم في الفيديو ونعطيكم امثله ونخليكم نتوما تجاوبوني في التعليق وانا نصحح لكم في التعليق. والله الا راه فيرامينت يعني باقي ما قال والو لحد الساعه، راه باقي ساكت، راه الامور غادا مزيانه. اللورا نبقى نديرو لكم سابطو دومينيك، انا غنشوف الا قدرت نديرو حتى سابطو دومينيك بجوجهم غادي نديرو، الا قدرت غنبقى نديرو اما سابطو اما دومينيك، برو غنحاول غنحاول سابطو دومينيك، حيت ملي غنكون انا من الاثنين للجمعه ما كنديرش لايفات يعني راني مرتاحه في العشيه. اللورا السبت والحد ما غاديش يكون واحد لاستانكيت، ما غاديش يكون واحد العيا، حيت انا جا دوران 3 سيمانه في العشيه ما كنسهرش هكا على الكمبيوتر، يعني ما غاديش ندير لايفات اوتوماتيكمان، ما غاديش نسهر فالسبت والحد ان شاء الله، داعي نبقاو السبت والحد. تمي كومبيتي دلال ترافولتا لي اي كوريت سي يا اختي فاتحه، صيفطوهم ليا الاخوان في التعاليق ديال اخر درس، الدرس نيت اللي درنا فيه دوك التمارين، هما داروا ليا تما التعاليق وانا صححتهم ليهم تما اللي عنده شي حاجه، والحمد لله ما يعني خطاوا غير شي حاجه قليله، كاين اللي خطا في واحد جوج الماسيمو، ما غلطوش مزيان. كويني سون ستاتي فيرامينتي برافيسيمي. صافي قلت لك جاوبوني تما في التعليق وانا صححتهم ليهم تما في التعليق.
اللهم امين نزاختي، انا غنشوف بروميسو، برو سبتو الحد ندير معاكم لي ديريكت، ندير معاكم لا لايف، بروميسو بروميسو بروميسو، غير الا كان شي حاجه اللي كتمنعني انني ندير انني نديرها ما نقدرش نديرها، برو جا بروميسو السبت والحد ندير معاكم لا لايف، وهكا نشرح لكم داكشي على المباشر، يعني نتلقى هكا الاشكالات ديالكم وداكشي اللي ما فهمتوش وهذا، وانا نشرح لكم في نفس الوقت باش نيتي الا ما فهمتوش نعاود نشرح حتى تفهموه، وان شاء الله غنحاول نبقى تقريبا، كنحاول تقريبا هكا بشكل يومي نحط لكم فيديوهات، غيكون كل شيء مع 9 اونس مع هاد الوقيته، نحاول على قدر الامكان، غير كنحاول كنتمنى تفهموني برامج، نحاول على قدر الامكان نحط فيديوهات وندير لكم فيهم في الاخر ديالهم تمارين، وانتم تجاوبوني في التعاليق، وانا نصحح لكم في التعاليق، والسبت والحد ان شاء الله لا لايف، نديرو لا لايف هكا، العفو العفو ام نور ان شاء الله، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، نور الشمس، رجعتي نكملوا كل شيء مع 9 اونس فاطمه اختي، انا حطيت لكم الفيديو راه غنحطو مع 9 اونس ديال الليل، كانت لا لايف راه غتكون مع 9 اونس، حيت انا في هذيك الوقيته من ورا 9 اونس اللي كنكون مساليه صافي، ويا يا نور الشمس وحق الله سي فيرامينت، داي راجعتي فين وصلنا، قلنا لوروس رافوغاتي، وقال هذه كانت اخر جمله، قلنا لوي شيزو ليسكالي نويس، لوي شيزو دالي سكالي نوي ساليتو ليسكالي، لورو سون افوغاتي، العفو اختي العفو 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 العفو، بالعكس شكرا لكم انتوما، انا في الاول ما كنت كندير لا لي لايف لا حتى شي حاجه، حيت ما كانش عندي شي واحد اللي هكا مهتم وكيتبعني، يعني باغي يعرف وباغي يتعلم، مني درت البوست في الفيسبوك وشفت ان فعلا الناس مهتمه، يعني درت بوست واحد راه الا كنتو مهتمين غنبدا ندير لا لايف، اكثر من 2000 اكثر من 2000 لايك وتعليقات، راه كثر شفت تقريبا من 1500 تعليق كلهم باغين يعني باغيني ندير لايفات، فهذا هو اللي حفزني، ف يعني يعني وجودكم وتعاليقكم ووجودكم نتوما هو اللي كيحفزني انا فيرامينت، يعني لو ما كنتوش نتوما لمن انا غادي ندير هذا الشيء كله، سناء البركة قلتي الجواب تاع التمارين، سي سناء راهم الاخوان جاوبوني في التعاليق وانا صححت لهم تما، داكشي اللي عندهم خطأ صححت لهم تما، العفو العفو العفو، رجعتي ندوزو للجملة الاخرى، ربي يحفظك ام نور ويكبر بك اختي، allora lei spazio farà la sana باقا ما صححتهمش، باقا غادي نقولهم لكم وانتوما منين ينزل غدا ان شاء الله مع نص النهار ينزل الفيديو تما ديروا التعاليق، حيت هو ماشي فيديو هو لايف، دابا راه درتو لايف واليوتيوب كيكاريكيه ليا من بعد، هذا واش كيكاريكيه كومي فيديو، انتما تما ديروا التعاليق، انا صيفط لك في الواتساب ديالك، علاش فاتحة عندك النمرة ديالي، هذا كانو الشمس هو المشكل ديال كل شيء، وكان المشكل ديالي انا شخصيا انني كنفهم ولكن ما عارفش الرد عليهم، عرفتي الحل ديالو شنو هو، هي انك تبقاي تهضري قاي تهضري واخا ما كتهضريش ميها مزيان، بقيتي غتخربقيها داكشي اللي في راسك ديريه، ومع مع التكرار مع النطق غيجي مثلا شي واحد يصحح لك، ولا شنو اللي غتأسي عليها ام نور، المهم نور الشمس مع التكرار خاصو التطبيق خاصو التطبيق، ومثلا هكا شوفي فيديوهات اللي كيعلموا ولا وشوفي الجورنالات الا قدرتي، هذوك الجورنالات اللي كيكونوا في السوبر ميركاتو ديال الاشهار وهذا، انا حتى هذوك كنت متبعاهم،
ماشي كنت مسبعة، كانت مني كتاح لي الفرصة وكنلقاهم كنبقى نقرا فيهم، كنلقى فيهم بزاف الكلمات اللي متشابهة مع الفرنسي، ومن تما تعلمت بزاف الكلمات بالأخص ديال الخضار وفواكه وهاد الشي. ياك اختي ام نور، الله يحفظك الله يحفظك اختي، شكرا شكرا. غنبقى ننزل لكم ديما مع 9 دونس، انا غنحاول قدر الامكان نبقى ندير فيديوهات بكثره، حيت انا في الاول كنت كنعجز حيت ما كنتش كنلقى الناس اللي هكا مهتمين وباغيين يتعلموا هذا، كنحط فيديو ما كيشوفو حتى شي واحد، كنقول صافي لاش ستار، يعني راه ما كاين حتى شي واحد اللي مهتم ولا غادي يتفرج ولا هذا. ولكن دابا ملي وليتو نتوما فريمون ان شاء الله غنبقى نحط لكم نتوما، ما كيهمنيش الا وصل الفيديو 1000 2000 ما نعرفش شحال، المهم نتوما تفرجوا تستافدوا من هذاك الفيديو. وغنبقى نحط تقريب، وغنبقى نحط ان شاء الله مع 9 دونس ديال العشيه هكا باش تبقى 9 دونس هي الوقيته ديالنا. ما كانش الاسئله وين كتبتهم مرناش نشوف. يا ام يا اكرم كل شيء تعرف لك يا اكرم مسكينه ديما تسالف. ما علينا ندوزو للجمله الاخرى. راغاتسي لي هتقول لي واش افيري ولا اسري كامبياتا؟ اي كامبياتا صح، كامبياتا مولتو. دابا نتوما ما تدوخوش من تشوفي هذاك مولتو ولا تانتو في الاخر من بعد الفعل، ما تقوليش راه هذاك مفعول به، لا المفعول به كيتسمى مفعول به الا كان كيجاوب على السؤال ديالك كوزا كي ولا كوزا، هذاك راه كيبقى غير ادجيتيفو. لي avere una essere cambiata molto. A proposito, vanno a dire inshallah c'ha ma شي هذوك روتينات اللي على بالكم، غنبقى ندير روتينات يوميه هكا بالايطاليانو اوكي، باش نقول لكم مثلا صباح فقت درت تاتا مشيت للمدرسة الخدمة للدار شنو درت في الدار، جففت صبنت غسلت، غنبقى نقولهم ان شاء الله بالايطاليانو باش تعلموهم بالايطاليانو. سي رشيدة لي كامبياتا مولتو. مديحة ام وردة سي 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 كيبان ليا نتوما بغيتو تصحوهم دابا. المهم انكم تكونوا فهمتوا الفرق ما بين امتاش نستعملوا افيري وامتاش نستعملوا اسر. سي سي ام نورت روتيني اليومي. لا ماشي هذاك روتيني اليومي، لا على بالك، لا 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 اهلا مريم، اهلا شكرا 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 جزيلا. والطلب الوحيد اللي غنطلب منكم بعد انكم تشتركوا في القناه باش ان شاء الله نكبروها هي انكم تشاركوها مع الناس اللي نتوما كتعرفوا، يعني الناس اللي مهتمين هكا باللغه الايطاليه باش يتعلموا. كنشكركم فيرامينتي تانتو. غنكمل لكم الجمله، كثرت عليكم الهضره. io هتقولي هنا واش افيري ولا اسر finito la lezione. ام نور انت كتقصدي ملي نبدا نهضر بالايطاليانو ما نزربش، ياك ان شاء الله غنحاول. انفاتي انا غادا نحاول نقولها بالطريقه على اساس ان اللي غيتلقى يكون كيتعلم، يعني باقي الله كيتعلم. اي اتار. المهم بنات هما هادو اي جينيتور اللي ابيامو جا ديتا باستا داي فريمنت رجع شوفيو بتقلب لكم على مثال اخر، ولكن سوري زوري ترياتي اوكي غراتي. انا محتاجه بحال هاد الفيديوهات، اشنو درتي في النهار باش نتعرف ان شاء الله. والله والله سميه وحق الله يسلم من شحال هذا وانا كنقول هاد الفكره، يعني من شحال هذا وهي في بالي هاد الفكره باش نديرها وهذا، برا والله ما كنلقى الوقت، يعني واحد الستريس اللي ما نعاودش له.
وانت كتشوفي نزهة، والله ما عرفت. ما علينا، داي بونا نوت دوحة. شكرا. يو فينيتو لا ليتس. اوكي انا فهمت بانكم فهمتوا امتى تستعملوا هذا وتستعملوا هذا. هذا هو الهدف ديال اليوم، يعني هذا هو الهدف ديال هو الهدف ديالي اليوم. الحمد لله انكم فهمتوا. بيان ياك فاتحة. فاتحة واش انتي معانا في الجروب؟ فاتحة معانا في الجروب؟ سي. داي راجعتي، غدا نمشي بركب. فرامنت فرامنت فرامنت، انا ما كيعجبنيش نبقى نتشكى ونقول لكم ها، برو اوجي فرامنت سونو ستريماتا من ستونس كي سونو بيدي، من ستونس وانا واقفه على رجلي وحق الله. غدا ان شاء الله نمشي سونو. لورا اليوم شنو؟ الخميس، الجمعه. لورا نتشوفو سابتو دومينيكا راجعتي. اوكي نبقاو ان شاء الله السبت والحد نديرو مع تسعودونس لا ديريتا، والايام الاخرى نحاول قدر الامكان نحط لكم فيديوهات مع تسعودونس. وياها ام نور ما مكتبش. لا اليوم لا اليوم الاربع. سي وقع ميركوليدي. اوكي راجعتي تصبحوا على خير. كما قلنا غنبقاو ان شاء الله السبت والحد نتشاو نتلاقاو هكا على لايف، والايام الاخرى نحاول قدر الامكان نحط لكم فيديو. ما تنساوش ملي نحط فيديو ديروا لايك والاشتراك الا كنتو مازال ما مشتركينش، خليو ليا تعليق. راه فيرامينتي كنفرح بالتعاليق ديالكم. هذا مكان راجعتي. بورانوتا توتي. ايه ام نور الصبر حبيبه، الصبر 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 اختي الصبر. قولي لي بعدا في اش من مدينه انت يا ام نور؟ والله ما كرهت نعرف. انا متاكده ما عمرني ما غادي نتلاقى معاك ام نور، ولكن غير هكا غير كوريوزيتا يعني. لا اتر ما فيش بكره، تعبانه والله العظيم. نون شرفات شوبيو في هعمله يوم السبت ويوم الحد. لا ديريتا لا فارو ان شاء الله سابتو دومينيكا نواحي ترينتو روفيريتو. ايوا قالك انت قلتي لي روفيريتو. ترينتو يعني هنا في لومبارد؟ نو في الترنتينو. ترنتينو الترنتينو 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 سوني دورو راجاتسي. كنتمنى لكم احلام سعيده. والله ما سخيت بكم وحق الله، però sono stremata, sono veramente sfinita. Un har kbir. Eh wallah 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 haqq Allah. Si. Si um nur. In sha Allah. In sha Allah ma ta'arfi ma ta'arfi ya um nur. In sha Allah habib. Nbqaw ala tawasul. بغيتي تكتبي لي اي حاجه راك تكتبي لي في اليوتيوب ها، يعني تكتبي لي الوقت اللي بغيتي. داي راجاتسي بونانوت. والله ما سخيت بيكم برو سونو فيرامينت ستريماتا. ابقى ما صليتش العشاء. دابا غنسالي معاكم عاد غنمشي نتوضى نصلي العشاء ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. Dai ragazzi, Anna di Milano. Allahumma amin, Allahumma amin sana. Sì ragazzi, dai, sabha ala khair. Ci vediamo inshallah sabato. والله والله بالاخص انت يا ام نور، والله ما سخيت بك ما سخيتش بالبنات كاملين حق الله.
هاتي حقيت مبارك انا في بريشة. نعم ده بس علينا الدرس نبدو في الدردشة. شكرا ام نور، شكرا شكرا شكرا. دايره يا سي خاصني نسد الا اليوم ما غاديش حتى وحده ما غادا تنوض من بلاصتها. ياك حسام انا غادة، انا غادة ام نور. اوكي انا غادة. فاتحة فين جات؟ جروسيتو جروسيتو ولا جروسيتو؟ سامعة بيا ولكن ما بغيتش نقول لك لومباردي. يلا والله ما عرفت فين. اكيد هنا في الشمال. كنتسنى غير فاتحة تجاوبني. ايه لا فاطمة، فاطمة سكوزامي، فاطمة انا داوي عليك انت يا فاطمة البداوي مش على فاتحة. قلت لي في جروسيتو، ما عرفتش جروسيتو فين تحديدا. علاش حسام ما بغيتيش لا دومينيكا؟ اوكي في لا توسكانا. صافي صافي دابا مشي الناس. يا ربي dai ragazzi vi auguro veramente una buona notte, sono di d'oro, fi amani il tsabhu ala khair.